لحباب السلام عليكم. عند الدكتور ميدسان جينيراليست جيت باش ندير ان كونترول جينيرال بالنسبه لولدي اللي مزينه. اخر مره شاف الدكتور هنا في فرنسا في شهر 7 قبل ما نسافر، المهم في المغرب كما شفتوا في الفيديوهات تاع المغرب، شاف البيدياتر لان كان عنده الاسهال، ومره اخرى من بغيت نختل ليه الختان شاف البيدياتر اللي ختل ليه ودرنا ليه الختان في المغرب. المهم كان ضروري بالنسبه ليا من جيت ناخذ رونديفو باش يدير لي ان كونترول جينيرال ويشوف واش كلشي مزيان. كيما شفتوا الماسك في لي كابيني يعني سون توجور ا لاكتواليتي، يعني ضروري يكون الماسك. من بعد الحمد لله كل شيء كان بخير، خرجت. مهم خرجت انا على رجليا، درت ولدي في البوستاس وخرجت، مشيت الاكسيون، ما خديت حتى شي حاجه البنات غير مشيت ندور ونسيره ونتمشى شي شويه. كان ضروري على اساس انني نمشي عند الدكتور كما تشوفوا، لان كان واحد الكالوندري ريسبكتي بالنسبه لي فيزيت تاع الوليدات، وانا اللي مزينه ولدي ما متبعاش لي عند بيدياتر، متبع لي عند الميدسان جينيراليست لان عندي فيه الطاقه. دخلت من اكسيون مشيت للفرماسيان، خديت شويه تاع الدواء، خرجت لي بيو سيدان دايره وقيلا شي 6 اورو على قبل لي العوينات تاع لي مولدي شويه منفوخين، وخرجت لي قلت خدي اعطيني دولي بران سيرو واعطيني دولي بران سيبو. فوالا هاد دولي بران سيبو اللون تاع الزرق من 8 كيلو طلت 12 كيلو. المهم تمشيت عرفتي عرقت، ها هو الزين الصافي تاعنا والفيتامين دي خرجتو ليا. المهم الحمد لله كل شيء بخير، كل شيء لاباس على قبلت سنيناتو، على قبلت سنيناتو ما بقاش ينعس ليا البنات، ما بقاش ينعس ليا، وليت نفيق بزاف في الليل. قالت لي لا فارماسيان، حيت واحد السيده في الفارماسيان صحيبتي من كثره ما تنجمعوا، من كثره ما سميتو تقهويت معاه واحد جوج المرات، لقيتها في حدا البحر صاحبنا، قالت لي خدي لي بيديا غيد سي ان جيل بوكال. وانا حبيبو وحنا ما نهضروش، وانا الزين انا راه حاطاه في الكرسي تاعو، انا غنوريكم. المهم حاطاه في الكرسي تاعو، ها هو البنات حاطاه في الكرسي، هذا هو الكرسي البنات، هانتوما وريته لكم مزيان، راه كنت ديجا وريته لكم في الفيديو اللي فيه مشتريات ولوازم البيبي. المهم هذا الكرسي من اوركسترا، ما نكذبش عليكم نافعني لانه تيهبط لتحت وتيطلع وفيه بزاف لي زوبسيون، وخدمت به تقريبا من كان عنده شهرين من كان عنده بديت نخدم به، في واحد لو كونفور وسميتو وتنفعني. الماتريال تاع الوليدات بالنسبه ليا انا مهم، لان ما نقدش نبقى غير هزاه، ودابا من دخلت ليه الماكله وليدي تياكل، يعني في عنده هذيك الطبله، راه عنده الطبله تاعو اللي تلصقها هنايا، تلصقها وتياكل وتنغسلها. المهم الحمد لله هذا الكرسي تاع اوركسترا من داك الشيء رفيع، وهذه اليوبالا البنات هنايا البنات، ها هو كيكوز هو اللي خدامه بيه، راني وريته لكم دابا دوزيام اج، ها هو نعطي شي شويه تاع سيريلاك، نعطي توا شويه تاع سيريلاك تنعاون بيه وصافي، هادشي اللي كاين. المهم نتغدى لان فيه الجوع ونكمل معاكم الفيديو. وهنايا راني خايده ليه بليدينا، ها هي بليدينا نوريها لكم، بليدينا بتي بو تاع لي كومبوت على قبلت الكوتي، على قبلت الكوتي سميتو، ها هما عندي بوم وعندي خايده ليه سميتو بنان، ها هو بنان. البنات غنحبس الفيديو غنمشي نقابل الدري. المهم من بعد ما هزيت وما بقاش تيبكي وارتاح رجعت نوريكم لي كومبوت. المهم تنبدل يعني كاين تغيير البنات بالنسبه لي كومبوت. البنات
الحمد لله انا فرحانه على اساس انني هاد الكسوه كنت قبل ما نزل المغرب ما كانش تجي قدي صراحه لله، ولكن دابا وليت تنقد نلبسها. المهم بيان سور انا بحرت غادي دخل شي شويه من الفوخه، ولكن على العموم انا افتخر بنفسي كما تيقولوا، افتخر بنفسي على اساس انني قديت نقص تقريبا دابا راه نقص شي كتر من 20 كيلو. المهم باقي ليا واحد 7 الكيلوات خاصني نطيحهم باش نحس براسي فريمون انا سميتو خفيفه. ما نكذبش عليكم الكرش اللي هيقولوا لي ما عندكش الكرش، والله العلي العظيم اللي عندي الكرش، راه غير انا تلبس هذوك لي شورت سيكليزم تيكونوا طالعين مزيان، ولكن راه باين عندي الكرش سورتو عندي الكرش تاع السيزاريان، يعني دو سيزاريان لو فونتر الكرش طاحت ليا على لا بو، طاحت ليا على 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 الفتحه. المهم ولكن على العموم انا افتخر بنفسي. هاد الخرجه اللي خرجتها بلا بوسيت مشيت يعني واحد جوج لمع 3 كيلومترات، جوج لمع 3 كيلومتر. المهم عرقت وداك الشيء، دابا نبدل حويجاتي. ها هو الفنون، الفنون والفنون. الحمد لله عرقت وداك الشيء، غنمشي نغسل سناني وغنمشي نتكى نبدل لي حتى هو ليا مزينه، ونمشي نتكى ونعطي شي شويه راسي الراحه. اهم حاجه بالنسبه ليا هي انني نكون حاسه براسي فرحانه بالنسبه هاد انقاص الوزن، لان من نهار تاع العمليه، نهار العمليه لو 14 جانفي من درت الولاده القيصريه كما البنات يعرفوا كانت فيها تقريبا 103 كيلو. دابا راه تبارك الله راني واصله 77 كيلو، ودابا ولدي الحمد لله قرب يكمل 8 شهور، يعني راه خير وبركه، خير وبركه. وتنحس براسي اصلا، تنحس براسي مرتاحه. انا وليدي صبروا نهزو، ما هزيتوش، بغى يبقى يلعب باليوبالا، ها هو حدايا تيلعب باليوبالا. هاد اليوبالا الصراحه كما قلت نفعتني من رجعت. واحد المساله اخرى بغيت نقولها لكم، فرحانه على قبلية الحجامه اللي درت في مدينه اسفي، ما نكذبش عليكم واحد الراحه، ورجلي تنحس بهم ركابيه خفافو. البنات اللي كانوا متبعيني في وقيته الحمل راه كانوا شافوا بان كانت عندي ريتونسيون دو، ورجليا كانوا تنفخوا، وكانت لانفيرميير كانت تجي عندي للدار تضرب ليا لي باري تاع سميتو تاع اونتي فليبيت تقريبا واحد 6 الاسابيع، كانت تضربهم ليا على قبلت ما يكونش عندي شي مشكل. والحجامه اللي درتها الراحه كما تنقول حمدتك يا ربي وشكرتك. الحجامه حسيت بان من درتها ان رجلي خفافو، وظهري كان ثقيل عليا، وكان ظهري كانوا كله تضرني. وما نكذبش عليكم كاين واحد الفرق ما بين قبل الحجامه وما بين بعد الحجامه، لقيت عليها الراحه. المهم راه شحال من بنات من حطيت الفيديو تاع الحجامه، غنخليه لكم في صندوق الوصف، خلاو لي في التعليق بانها فريمون تتكون فيها واحد المنفعه. المهم كاينين واحد الايام تاع الحجامه النبويه السنيه. المهم انا مشيت كما قلت لكم في الفيديو نهار عادي، لان ما كنتش دايره بالي مع تاريخ تاع الحجامه النبويه السنيه. المهم انا اللي بغيت نقول لكم هادو جوج الحوايج فرحت دابا وعجبني راسي، كما تنقول جو سوي فيير دو موا، على اساس ان عندي ديك القدره، على اساس انني قديت نقص وحاولت ندير واحد المجهود. تندير دائما، تنحاول دائما ندير صيام المتقطع باش نخفف ونحس براسي مزيان، تنشرب الماء، ولكن لف انني كنت في المغرب وخا تاكليت وداك الشيء كنت نشرب اتاي مسوس، كنت نحاول شي شويه من الحلاوه، كنت نتهلا في راسي بالماكله، ولكن كنت ندير شويه الملحه في الطعام. المهم حمدتك يا ربي وشكرتك. المهم خلوا لي في التعاليق السيدات اللي كانوا حاملين في الوقيته اللي حملت فيها، ولا من غير هذيك الوقيته اللي حملت فيها انا، يعني كانوا حاملوا، واش نقصوا هذاك الوزن بطريقه سهله ولا كانت بالنسبه لهم صعبه.
انا راه ما قلتش لكم كانت انقاص الوزن بطريقه سهله، يعني تكرفصت وجوعت راسي لان ما كان سهل. فقيت رمضان هي اللي كانت طيحت واحد 8 كيلو، طيحتهم بواحد الطريقه سهله لان الصيام عاونني. انقاص الوزن ماشي سهل ما نكذبش عليكم، ولكن فين تشوفي واحد الريزولتا هي هذيك بشوي بشوي تحاولي وما تتفكري على اساس ان نقص الوزن. بالنسبه ليا انا راه ماشي عقبالي الجمال، راه عقبالي صحتي. كما قلت لكم في فيديوهات سابقه ما كانش تنقد نهبط على رجليا، يعني هذيك الطريقه تاع رجلي كنت نهبط ما كنتش تنقد نديرها، كنت نتمحن الخلط كان قهرني. ودابا من بديت ننقص بشويه 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 حسيت بان رجلاتي الحمد لله بخير، وحسيت بان شي كساوي ما قديتش لبسهم قبل وليت الحمد لله تندخل فيهم. المهم على العموم راني فرحانه بهذه النتيجه اللي وصلت لها والحمد لله. المهم خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، ما نكثرش عليكم باش ما يجيش الفيديو طويل. نمشي حك سنيناتي ونبدل ولدي وندير واحد لاسيست، لان والله العلي العظيم لهاد الايام في الليل ما تنعش ما تنعش، انا تخرج سنينات ما تنعش، ولكن الحمد لله الله يسمح لنا من الوالدين. طلعوا لي في راسكم احباباتي وخلوا لي في التعليق. المهم جيت وجهي شاحب مع المشي، ولكن ماشي مشكل. المهم ضروري مره نكون زوينه مره نكون خايبه، ولكن تنحس براسي في الداخل تنحس براسي بانني مرتاحه. حمدك يا ربي وشكرتك. طلبوا لي في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.